ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة ووصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، وتكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحلى وأجمل إخوات في الدنيا كلها، وأحلى مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. إزيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض شامبو من أهم الشامبوهات الحلوة جدا للشعر، الصراحة كله زي الزفت. عشان ما أضحكش عليكي، أنا ما بحبش أي شامبو كيماوي من بره. أنا من وجهة نظري لا إما تستعملي صابون أنابولس شاهين، لا إما تستعملي شامبو طبيعي يغذي شعرك يفيد شعرك. أيا كان نوع الشامبو اللي أنت مستخدماه، والله لو جايباه بقد كده بيبقى فيه صوديوم وبيبقى فيه حاجات بتبهدل الشعر اصلا بعد فتره. النهارده هنعمل فيعتبر يعني احسن حاجه موجوده، يعني احسن الوحشين بالبلدي كده، احسن الوحشين هو شامبو جونسون. وبرده في نفس الوقت لو استخدمتيه لابنك بيجي بعد فتره تلاقي شعره نشف، فهو ده احسن الوحشين. فاحنا النهارده هنعمله بتكات وبحركات هخليه لك منتهى الاموره، هيعجبك جدا، وهتلاقي شعر ابنك او شعر بنتك او لو انت هتستخدميه على شعرك حاجه كده سوفت منتهى الامر. هنحط عليه التكات وهنحط عليه الحركات وهخليهولك حبه شامبو ملهمش حل. اول حاجه معايا النهارده يا نور عيني عايزه صابونه جونسون. صابونه جونسون على فكره رخيصه جدا، تحت هتلاقيها بخمسه او بسته جنيه، مش حاجه يعني. تمام، دي برضو من افضل الصابونات. وعلى فكره عايز اقولك ان صابون جونسون من الصابون اللي مهدور حقه، يعني انا لما جيت انا الصراحه يعني لسه مكتشفاه من قريب، ما كنتش اعرف ان جونسون عامل صابونه. قديم انا في قديم انا في الدنيا. لما جيت استخدمه لقيته لطيف جدا وعامل زي دوف، وفعلا بامانه مهدور حقه. بس هي صابونه جميله ورخيصه جدا زي ما بقول لك، 5 جنيه فمش حاجه يعني، ولو هتشتريها من الصيدليه هتدلك بسته، فاللي هو مش رقم يعني. تمام يا روح قلبي. طيب اول حاجه عاوزاها، عاوزه كوبايتين من الميه المغليه، سوري كوبايه من الميه المغليه. تاني حاجه ده نص نص صابونه اهو، انا بشرته بالمنظر اللي انت شايفاه الامور دوت، تمام بالمنظر ده كده هحطه على الميه المغليه. لازم الميه يا نور عيني تكون مغليه اللي هتنزلي فيها الصابون. هقلب المكونات دي كده مع بعضها. هعمل لك النهارده شويه شامبو والله العظيم مش عايز اقول لك ملهمش حل حرفيا، ويا ريت يعني بطلي بقى انك انت تستعملي شامبوهات من بره هتنشف شعرك. تمام، شعرك يتغسل مرتين في الاسبوع، مش لازم انك انت تغسليه كل يوم لو انت من هواة ان انت تغسلي شعرك كل يوم. شعرك يتسرح بمشط خشب يكون واسع. تمام، لما تيجي تنشفي شعرك بعد الاستحمام تنشفيه زي سقف اوضه، فوطه قطن خالص 100% او بفانيله جوزك الاموره، دي برده بتكون قطن 100%. لفانيله جوزك الاموره دي اللي هي قطن 100%، لفوطه قطن 100%، بس يفضل فانيله جوزك عشان فيها البركه. ولما تيجي تنشفي شعرك مش تشدي كده زي ما احنا بنشد وتعملي، لا كانك بتطبطبي عليه كده، هتلاقي شعرك بقى جميل جدا ومش متقصف. ولما تيجي تسرحي شعرك يا نور عيني ما تسرحوش بعد الاستحمام مباشره، بتكون بصيلات الشعر مفتوحه، اصبري عليه ربع ساعه كده ولا حاجه تكون البصيلات بدات تقفل، وتروحي مسرحاه بالمشط الخشب اللي انا بقول لك عليه. لو انت عملت الخطوات اللي انا بقول لك عليها ديت بامانه هتخلي لك شعرك تحفه. عندك على القناه كريم بالمرس وكريم تاني ب9 جنيه من الصيدليه حلو جدا للشعر، وعندك كريم احنا عاملينه مع بعض بالكولاجين والفيتامينات، وعندك سيرم للشعر، شويه حاجات كده في منتهى الجمال على القناه. بص كده بقى يا نور عيني، اديني كلمتك لحد لما هو يعني عاوز سنه كمان في التقليب. تمام، واول ما خالص كده يدوب خالص جدا جدا هروح بقى هركناه ساعه او نص ساعه وارجع لك تاني هقول لك هنعمل ايه. ورجعنا لكم بالكريمه الاموره، هتحطي بقى على التورته والحلويات منتهى الامر. قعدت اقلب زي ما انت شفته كده لما قلب معايا كريمه. تمام، شوفوا جميل ازاي اداني شكل الكريمه ده، تنفع فعلا للتورته، قمر في التورته برده. هركنه بقى الساعتين ولا الساعه اللي انا قلت لكم عليها، وبعد كده هرجع لكم اقول لكم هنعمل ايه.
ورجعت لكم حبايب قلبي. بس كان عدى ربع ساعه بس الصراحه، ولسه طبعا ما عملش تصبن كده زي ما انت شايفه. ساعه لما عملنا الشاور جيل او الهاند ووش كنت ناسبناه شويه، فالاناء عمل زي قالب صابون كده، ففكناه بميه واتعملنا. انا بسك منه ربع ساعه بس مش اكتر، لسه زي ما هو عامل شكل اللي هو الكريمه دوت. فانا هرفعه بقى على النار لان الصراحه نازله، فعايزه اخلصه لكم قبل ما انزل لاني ما اعرفش الصراحه هرجع امتى. تمام، فانا هحطه هنا، هي حله على النار هرفعه عليها. ثانية واحدة، شفتي شكله كريمي ازاي امور؟ الصابونة دي على فكرة يا جماعة حلوة جدا، يعني انتوا حتى في الاستعمال العادي هاتوها بامانة حلوة. يعني شوفي دوف تمنها كام، ودي انا لما جربتها ارتحت لها جدا والله، اكتر من دوف كمان وارخص جدا اهي زي ما انت شايفة. تمام كده يا قلبي، بصي بقى كده بصي بقى يا نور عيني. النار طبعا متوطية خالص زي ما احنا عارفين، هديله تقليبة حلوة كده فوقكم اللي هو فيه دوت. طيب هتزودي له ايه بقى يا رشا وهو على النار؟ هزود له يا روح قلبي مية ورد. مية الورد من الحاجات الحلوة جدا، من الحاجات المنعشة لفروة الراس زي ما قلت لكم قبل كده، بتنشط البصيلات، فهحط له شوية من مية الورد. تمام تمام، هتستخدميها لراس البيبي بتاعك، لراسك مية الورد حلوة جدا للشعر. تاني حاجة هستخدمها الجريسلين، عملناه على القناة طريقته سهلة جدا. تمام، اللي ما شافهاش يشوفها، بص قوامه عامل ازاي. هحط شوية من الجليسرين. الجليسرين زي ما قلتلك لو انت اول مرة تشوفيني بيطر الشعر جدا، حتى لما قلتلك قبل كده ايدك بيكون مثلا فيها نشفان بتحطيه عليها فبيرطب جدا البشرة، فبرضو نفس الكلام بيرطب شعرك لو انت شعرك ناشف او خشن. تمام كده حبايب قلبي. طيب هتحطي ايه تاني يا رشا على مكونات الامورة دي؟ بصي يا نور عيني هنا انا حطيت ايه، حطيت شوية من زيت الجرجير. تمام اهو باين لكم، شوية من زيت الجرجير قشطة، عليهم سنة من الكولاجين. قلت لكم تجيبوه منين وسعره ايه، وقلت لكم حلو جدا هيدخل معانا في الشامبوهات ويدخل معانا في الحاجات. وحطيت عليه كبسولاية من فيتامين سي او فيتامين سوري فيتامين اي اللي هو فيتامين ه، لا اما بالشكل الكريمي ده زي ما انت شايفة كده جوه كريمي، هي عاملة كريمي، او بالشكل اللي في الصيدلية اللي انا وريته لك قبل كده. هنزل بقى بالمكونات دي هنا، ما تكتريش من الزيت يا حبيبتي على الشامبو عشان خاطر الزيت بيخلي الشامبو يفصل منك. طبعا استحاله الشامبو اللي انت هتجيبيه من بره هيكون فيه كولاجين، استحاله هيكون فيه فيتامين ه، ما فيهوش حاجات مرطبه بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. هيحط لك جرسلين ولا ميه ورد ولا الكلام ده، كلها حاجات كيماويه. واقلب وبعد كده تستخدمي شهر شهرين تبص تلاقي شعرك او شعر ابنك نشف جدا. شفتي شكله ما شاء الله منتهى القمر ازاي، شفتي باين قدامكم. هستنى عليه برده دقيقتين وبعد كده هطفي عليه. عايزه اقول لك لما انت تكوني بتستخدمي شامبو عادي من بره من المحلات، سواء بقى سانسيلك او اي نوع الشركه اللي انت بتستخدميها، مش من اللطيف، وكذا دكتوره قبل كده طلعت اتكلمت في الموضوع ده، مش من اللطيف انك انت تستخدمي شامبو يكون الرغوه بتاعته عاليه. كل ما كانت الرغوه عاليه معنى كده ان الشامبو اللي انت بتستخدميه ده واخد صوديوم لعينه، تمام، وواخد كيماويات وحاجات للرغوه بتاعته، فمش من اللطيف انك انت تستخدمي حاجه فيها رغوه عاليه. مش ايه ده الشامبو ده قمر، ده بيرغي، مش حلو على فكره موضوع الرغوه. وزي ما قلت لك اول القناه لو انت تريحي نفسك خالص وتجيبي صابونه نابلسي، او في صابون على القناه احنا عاملينه حلو جدا للشعر، عندك صابونه الجرجير موجوده على قناه وصفه وتركيبه اموره جدا، عندك على قناتي انا صابونه الغار، عندك صابونه النعناع، في كذا صابونه على قناه عندنا حلوه جدا يا جماعه للشعر، يا ريت لو تعملوها يبقى افضل الف مره من الشامبو اللي بره اللي كله حاجات مش حلوه. طبعا حبايبي عارفين احنا امتى بنطفي على الخليط، لما بيجي يطلع معانا لفوق شويه كده بنبدا ان احنا نطفي عليه زي ما احنا شايفين اهو هيبدا. بس هسيبه دقيقه واحده كمان، بصوا مش عارفه باين لكم في الكاميرا ولا لا،
اهو تلاقيه يحسوا كده ان هو عمال ايه يطلع لفوق يطلع لفوق. تمام كده حبايبي، هطفي بقى عليه واول ما يهدى هصور لك شكله. وكده حبايبي اللي هو بقى برد شويه، ورحت مفضياه في قلب الازايز اللي هي بتاعه الشامبو عشان ما عنديش ازازه شامبو فاضيه الصراحه. طلع معايا ازازتين، طبعا كميه حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان الميه اللي انا ضفتها في الاول كوبايه من اللي هي، بصوا كده حبايبي، كوبايه اللي هي قد دي كده، بصي اللي هي 300 مللي، يعني مج شاي مثلا من اللي انت بتشربيه، وكوبايه من اللي هي بتاعه الشاي، او 3 كوبايات من بتوع الشاي، او كوبايه بالحجم ده قدامها قدامكم اهي. تمام، دي الميه اللي انا ضفتها في الاول عشان برضو انا نسيت اقول لكم الميه قد ايه. بصي شكله يا نور عيني عامل ازاي. بتاع بايظ مش عايز ينزل. بصي جميل قوي ازاي، استعمليه بقى على شعرك على شعر ولادك، حاجه كده في منتهى الجمال صراحه، وحلو قوي قوي والله، وريحته رهيبه. البنوته الجميله اللي كانت طالبه مني على القناه الجونسون اللافندر، انا بقى ضفت زيت جرجير، انت ضيفي زيت لافندر، هيطلع معاكي منتهى الامر. بصوا الجمال يا جماعه، حاجه مفيش احلى من كده وافضل من بتاع بره مليون مره. جربوا بقى وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. اختم الحلقه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.